أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. بعد ما كملنا سلسلة من الفيديوهات على المرأة وعرفنا أن المرأة في الإسلام لا هي مكرمة ولا هي مشرفة، هي مجرد أداة لخدمة الرجل. وعرفنا على حسب التشريع الإسلامي وعلى حسب القرآن وعلى حسب السنة والأحاديث وعلى حسب حياة المسلمين الأوائل والمسلمين في الوقت الحاضر، إن المرأة في الإسلام ليس لها أي قيمة. احنا نشوف ياسر دول عربية إسلامية اللي الشريعة الإسلامية ما هيش تطبق 100%، وشفنا كيفاش المرأة تعاني من سيطرة الرجل ومن تجبره ومن القوانين الجائرة اللي ضد المرأة. فما بالك بالدول اللي تطبق الشريعة كما في السعودية كما في إيران وكما في أفغانستان والصومال والسودان، المرأة تحت مستوى الصفر. وظن هذه المسألة واضحة وفهمناها، وإن الإسلام عمره ما كرم المرأة وعمره ما رفع من شأنها، بل جعلها مواطن من درجة ثانية لخدمة الرجل في الدنيا وفي الآخرة. هذه مسألة واضحة. توا في سلسلة متاع الفيديو هذية باش نبداو نحكيو على موضوع معناتها ياسر مهم بالنسبة لي على كل حال وبالنسبة لياسر، هي حياة وشخصية محمد ابن آمنة الذي يدعي ويدعي المسلمون انه نبي الاسلام وانه مرسل من طرف الله. ونحاولوا باش نعرفوا من قريب هذه الشخصية اللي شبه اسطورية واللي قدسها اليوم اكثر من 1400 مليون مسلم. وهذا التقديس دائم اكثر من 1400 سنة من اول من ظهر الاسلام وظهر محمد. لكن هوني عندنا عديد من الاسئلة نحاولوا باش نفهموا بها شخصية محمد ابن آمنة، وخاصة قبل ما يدعي النبوة. فما بعضهم بالحق فما بعضهم يشكك في وجود هذه الشخصية كما يصفها الإسلام، ولكن ما هو أكيد أن محمد ظهر في الجزيرة العربية، ولكن اللي ماهوش أكيد أنه كما مذكور في المصادر الإسلامية وكما يقول عليه الإسلام. أنا حسب رأيي أن تم المبالغة في هذه الشخصية وإظهارها على شكل يخدم مصالح المسلمين اللي جاوا من بعده واللي يتكلموا باسمه. عندنا في الحقيقة ياسر من الأسئلة نحاول أن نجيب عليها بكل وضوح من خلال هذه السلسلة من الفيديوهات، ونحاول كالعادة أن نكون أمينين في نقل المعلومة وصادقين إلى أقصر تحديد باستعمال العقل والضمير والأمان. قبل ما نبدأ بالحديث على محمد ابن آمنة لازمنا نعرفوا ان ما فما حتى مصدر غير اسلامي يتكلم على محمد، لا وقتها كان موجود لا بعد ما توجد فترة قليلة. يعني كل اللي نعرفه ان على محمد هي من مصادر اسلامية بحتة. هذه معناتها مسألة واضحة، ما عندناش حتى مصدر حبشي او بيزنطي او فارسي يتكلم على ظهور نبي في جزيرة العرب. بدأ الكلام عن هذا الظهور بعد ما مات محمد وبعد ما خرجوا الجيوش الإسلامية من جزيرة العرب لفتح فارس وفتح أوروبا والشرق الأوسط
وفتح شمال افريقيا. اذا هذه مساله ياسر معقده، فهمت؟ اي واحد يدرس التاريخ يرجع لفتره محمد يبحث في الحضارات اللي موجوده قرب الجزيره العربيه، ما فما حتى واحد يتكلم على ظهور نبي ولا شخصيه ولا، ورغم اللي معناتها الشعوب اللي كانت دايره الجزيره العربيه كانت شعوب متطوره وشعوب يعني تكتب كل شيء، يعني تكتب حروبها، تكتب الاحداث اللي يصيروا حولها، الحداث يعني كان كل شيء مكتوب، ولكن مع الاسف لم نجد ولا مصدر غير اسلامي يتكلم على محمد. المصادر كما قلت لك الوحيده اللي عندنا هي مصادر اسلاميه، وبالطبع عندنا القران والاحاديث والتاريخ الاسلامي. لكن رغم كل المحاولات اللي قاموا بها المسلمين بعد محمد لاخفاء حقيقه محمد وتزوير التاريخ، وهذه مساله مسلمه فيها، واحنا نعرف ان التاريخ يكتبه المنتصر كما يريد، فالمسلمون الاوائل كانوا منتصرين وتغلبوا على حضاره الفرس وحضاره البيزنطيين وحرروا كثير من الاراضي في فتره معناتها وجيزه جدا، وبعد ما بدات تستقر الامور في العالم الاسلامي بداوا يكتبوا في التاريخ وبداوا يكتبوا على شخصيه محمد من اللي عندهم من منقول، وبداوا ينقحوا ويظهروا فيه على اساس انه نبي معصوم غير قابل للخطأ. وبالطبع هذه الكتابات اللي عندنا معناتها عندها اكثر من 1000 سنه، رغم محاولتها معناتها لاخفاء الحقيقه، حقيقه محمد، وهذا شيء طبيعي، وهما كتبوه معناتها عندهم فتره طويله وما عاودوش نقحوه، يعني باش كتبوه على حسب عقليه العصر اللي كتبوه فيها، يعني بعد فتره معناتها تقريبا 50 الى 100 سنه من موت محمد كتبوه على حسب العقليه هذيك، يعني تكلموا على حاجات يعتبروها مقبوله في هذاك العصر. لكن وقت نجيو نرجعوا توا، فهمت، نرجعوا توا للوقت الحاضر، نجموا ننظروا من خلال الايات القرانيه اللي موجوده ومن خلال الاحاديث اللي تم نقلها، نجموا نفهموا شخصيه هذا محمد شكون. وكما يقول المثل التونسي، السارق يغلب اللحاحي. اللحاحي هو اللي يحب يخبي دبشه ولا يخبي ذهبه، السارق مهما حاول لا، اللحاحي باش يخبي، السارق يطلع له الحاجه اللي خباها وينجم يسرقها له. واحنا نقولوا هوني مهما حاول المسلمون الاوائل لاخفاء حقيقه محمد على اساس انه انسان كامل ومعصوم وانه جاي من طرف اله عظيم، التاريخ الان الاسلامي عندما يتم دراسته على ضوء العقليه والعلم والمعرفه الانسانيه الذي وصلها الانسان اليوم، نفهم ان محمد ابن آمنة ما كان انسان عادي، مش كما يوصفوا المسلمين على حسب عصره. صحيح وما ننكروش هذا، قام بتغيير كبير في القبائل العربية في الجزيرة العربية، ولكن ما هوش وحده، هذه لازمنا نفهموها، يعني الكل شاركوا، اللي معاه ولا اللي بعده، من أجل بناء الإسلام. ما نجموش نقولوا محمد هو وحده اللي جاب الإسلام، هذا مش صحيح. اللي حول الكل، سواء من الصحابة، سواء من عمر، سواء من أبو بكر، سواء من علي، سواء من معاوية، سواء كلهم هذوم، حتى معاوية والهاشميين وكل القرشيين وما يسمى بال معناتها الأوس والخزرج تاع المدينة، وبعد لما مات محمد الأشخاص اللي جاوا بعد محمد، كلهم شاركوا باش يركزوا على هذه الشخصية وباش يركزوا على أن الإسلام دين حق جاي من عند الله. هذه مسألة واضحة وباينة للعباد الكل.
إذا نحاولوا توا نفهموا، نسألوا سؤال، سؤال أول في هذه الفيديو باش نحاولوا ما نكونوش طوال ياسر، يعني ما نطولوش، خاطر هي عبارة على مقدمة نحاولوا نفهموا بها شخصية محمد ابن آمنة. ساعة قبل كل شيء كما قلت لكم قبل، حتى ما هو قبل الإسلام تم تزويره من طرف المسلمين. صحيح وصلوا لنا أشعار جاهلية، ولكن حتى هذه الأشعار تم التشكيك فيها، لأن نعرف محمد ما هوش طلع من الأرض هكاك، يعني ظهر في بيئة قبلية وظهر في منطقة من الجزيرة العربية معروفة اللي هي مكة، واللي هي النجم نقوله السنتر، يعني الوسط نتاع العالم العربي، وكانت معناتها مكان تجارة ومكان نجم نقوله ما نقولوش حضارة، وإنما معناتها مكان يجمع كل القبائل العربية على اختلاف أشكالهم، ومكان عبادة ومكان حج للعرب، مهما كانت القبيلة تحج إلى مكة، وكانت معروفة مكة كمركز اقتصادي وكمركز ديني معروف قبل الإسلام، وكانوا الشعراء يجي، وكان معناتها هذا الشيء معناتها الكل معروف، مش لازم يعني معناتها نرجعوا له، تكلمنا فيه من قبل. احنا هوني غير حبينا نعرفوا قبل الإسلام من مصادر إسلامية شيء طبيعي شنو الجزيرة العربية. الجزيرة العربية كما قلت لكم كانت قبائل 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 تتناحر تقاتل كل شيء، وفما قبائل كبيرة موجودة في مكة مسيطرة القرشيين، وفما قبائل في المدينة، وكانوا كثير من الأديان والملل والنحل، كانوا فما موجود اليهود اللي هربوا من البطش نتاع الحروب الفارسية البيزنطية، وهناك المسيح، وهناك النصرانيين، فهمت، النصرانيين اللي يتكلم عليهم الإسلام، فهمت، وكانت حتى اليهود مش ملة واحدة، ياسر ملل، والمسيح والنصرانيين ياسر ملل، وكانوا الصبايين، وكانوا الزردشتيين، وكانوا الموحدين، وكانوا ما يسموا بالمشركين عباد الأصنام اللي نعرفوهم هبل وغيرها. هذه معناتها المسألة واضحة. وفي هذيك الفترة كان العالم العربي، الجزيرة العربية تعيش من بين حضارات كبيرة، يعني حضارات، الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية، حتى من جهة أفريقيا كانت الحبشة كانت مهمة، يعني من ناحية السياسية كانت معروفة معناتها ومهمة، بينما المنطقة الوحيدة في تلك المنطقة اللي تعيش نوعا ما من الفوضى أو من الحرية، فما بعض يسميها فوضى وإنما أنا أسميها حرية، لأن كانت هناك حرية لا معناتها غير موجودة في بقية الدول الأخرى، كانت الدول الأخرى كانت نجم نقولوا ديكتاتوريات تحكم وملوك تحكم، بينما في الجزيرة العربية كانت هناك نجم نقولوا ديكتاتوريات صغيرة، صحيح هي نوعا من الفوضى، لكن كانت فما حرية اجتماعية وحرية نوعا ما سياسية، وحرية معناتها في الشعر والكلام والتعبير، يعني كانوا العرب يجيوا معناتها يلقيوا الأشعار بتاعهم ويتكلموا بكل حرية، يعني هذه مسألة واضحة وباينة معناتها للعبد اللي حتى كما قلت لكم يعني من المصادر الإسلامية نفسها يلاحظ أن العرب ما كانوش كما قال عليهم جاهليين ومتخلفين معناتها هذه فكرة غالطة، فكرة غالطة معناتها ما عندها حتى أساس من الصحة. نعرف احنا اللي العرب كانوا يبدعوا في الشعر، كانوا يبدعوا معناتها في الشعر وكانوا يعبروا، كانوا احترام المرأة واحترام فهمت ياسر حاجات، وكانت العربية مش لهجة واحدة، يعني ما كانتش لهجة واحدة، كانت ياسر لهجات، كل قبيلة عندها اللهجة بتاعها وعندهم الحرية، معناتها مش مجبور باش يلتزم بالقواعد معناتها العربية اللي موجودة في منطقة معينة. هذه معناتها مسألة معروفة ومفهومة، يعني ماهيش معناتها كيما نقولوا احنا يحتاج ياسر بحث. توا تجي تشوف العرب يبدا يعربد ويقول لك لغتنا العربية، وما لغتنا العربية ولغة القرآن ولغة الله ولغة فهمت، ويعتبر هذه اللغة عبارة على مقدسة،
ولغة الملائكة ولغة الجنة، ويجعلها يعني اللغة العربية في مرتبة تسمو نحوها كل اللغات. هذه فكرة خاطئة أو خطيرة، هذه فكرة نوعا ما عنصرية، هذه فكرة عنصرية، أنك تجعل العربية فوق الجميع. هذه مسألة معناتها واضحة. صحيح ان هذا الفكر نتاع ان اللغه العربيه اللي ظهرت في الاول هي السبب المباشر في تطور اللغه العربيه ووصلت الى ما وصلت اليه، لان كل اللغات اتطورت على حسب منهج معين. اللغه العربيه تطورت على حسب القران. هذه مساله معناتها مهمه. هذه اللغه كانت متاخره، وتظهر محمد ما كانتش حتى فيها النقط. كانت متاخره جدا بالنسبه للغات الاخرى، ما فيهاش قواعد، ما فيها حتى شيء. كانت فما نجم نقولوا احنا حتى الكتابة نتاعها ما كانتش واضحة، يعني ما كانتش الحروف تم إضافتها وياسر حاجات تم تبديلها. إذا معناتها هذه المسألة معناتها تاع اللغة العربية كيفاش طوروها باش تناسب القرآن وباش تناسب الدين الإسلامي، يعني تم تركيبها على حسب الدين الإسلامي. هذاك علاش أنا ديما نقول حرروا اللغة العربية من أغلال الدين الإسلامي. وتنرجع كما قلت لكم قبل التاريخ الإسلامي، قبل ظهور الإسلام، نعم نلقاو أن اللغة العربية هي لغة الأحرار من سكان الجزيرة العربية. لغة تعبر على داخل الإنسان البسيط اللي يعيش في الصحراء بعيد عن بقية حضارات العالم. تجد فيها الكره، تجد فيها الحب، تجد فيها الحرب، تجد فيها السلم، تجد فيها الغزل، تجد فيها الجنس، تجد فيها النقد، تجد فيها الفخر، يعني تجد فيها المدح. كل أنواع الأوصاف الإنسانية تلقاها في اللغة العربية، وهذه لاحظها في الشعر. كما قلت لكم كانت اللغة العربية لا تلتزم بالقواعد. القاعدة الوحيدة اللي كانت تلتزم بها هي الرنة في الأذن وحسن التعبير، والتعبير من الداخل ومن الخواطر. هذاك علاش اللغة العربية معناتها باش نكونوا معناتها واضحين أبدعت في المجال الشعري وفي مجال القصيدة، رغم أنها ما عندهاش قواعد وكانت جدا متأخرة على بقية اللغات الأخرى من ناحية الكتابة والنحو. المتكلم باللغة العربية كان معناتها يتكلم يعني ببداهة، ببداهة. حتى القرآن في الأول جاء كبداهة، يعني هو باهي صحيح القرآن فيه جانب من السجع تنرجعوا له. ما نحبش أنا ندخل في حكاية العربية، أنا حبيت نفهم حاجة مهمة جدا، أن الوضع في الجزيرة العربية كان عبارة على وضع نوعا ما، ما نحبش نقول فوضى، وإنما من الحرية في جميع المجالات. وفي هذيك الفترة بالذات ما نعرفوا معناتها اقتراب اليهود واقتراب النصارى سيرتو، معناتها ما نحبش نقول المسيح النصارى، للشعوب العربية، أوقعت نوعا ما فكرة توحيد هذم العرب. وبالفعل انتشرت في الجزيرة العربية في ذلك الوقت فكرة كما تو مثلا نقول احنا المهدي، شخص باش يجي باش يوحد العرب على حاجة تجعلهم يعني أمة كما الأمم الأخرى، يجعلهم كما الفرس، يجعلهم كما البيزنطيين، كما معناتها الحبشة، يجعلهم يعني عباد عندهم شخصية، مش يتجذبوا فيهم الرومان والفرس، يعني مجبورين باش يكونوا مع هذا ولا مع هذا، باش يحصلوا على الحماية متاعهم. إذا من هنا انتشرت فكرة أن هناك شخص بشيشي يوحد العرب، والمحاولات وقعت من عهد إمرو القيس، فهم تقريبا 200 سنة قبل ما يجي محمد، 200 سنة قبل ما يجي محمد، فكرة توحيد العرب. ولكن المشكل والسؤال طرح، كيفاش يتم توحيد كل هذه القبائل؟ وتحت أي قبيلة يتم توحيدها؟ وانتشرت الفكرة هذه، فما ياسر عبيد ما يعرفوهاش، ان هناك نبي باش يجي اسمه محمد. هذه مشكلة معروفة، وحتى واحد ما يجيش ينكرها،
حتى ان تجد عند النصارى، مش المسيح، النصارى يعني كتبوا هذا الاسم في الكتب نتاعهم وسماه الشخص اللي باش يجي، كيما توا احنا نقولوا واحد باش يجي اسمه المهدي. يكفي انه واحد يفكر وياخذ هذه الشخصية ويحاول يحقق هذه النبوة اللي تنبؤوا بها، مش تنبؤوا بها هما، تمنوها حاجة نتاع توحيد العرب باش ما يبقاوش مشتتين. وهذاك علاش كي نجي نرجع قبل محمد، فما ياسر ما يعرفوش اللي اسم محمد مش محمد هو اول واحد من تسمى به. وتنرجع للتاريخ الاسلامي ومصادر اسلاميه نلقاو ان هناك 6 اشخاص حملوا اسم محمد قبل محمد. هذه معناتها مساله واضحه، وانا معناتها الاسماء هذوما نتاع 6 اشخاص نحطهم لكم يعني في وحده واضحه باش تشوفوهم اسماء نتاعهم. هذوم كلهم تسموا محمد على اساس انه واحد منهم يوحد العرب. فهمت يعني؟ هذه مسألة معناتها مسألة واضحة، معناتها مش محمد أول واحد من سمى به. تفهموا اللي محمد مش أول من سمي محمد، بل هناك من سمي قبله، وحتى يعيطوا لهم المحمودون في الجاهلية. هذه وكل واحد يسمي ولده محمد كان الأمل متاعه أنه يكون هذاك هو موحد العرب. حتى جاء محمد ابن آمنة اللي احنا تو باش نحكيو عليه، واللي فما ادله في التاريخ تقول اللي هو ما اسموش محمد في الاول، ما اسموش ما سماهش معناتها امه ما سماتوش محمد في الاول، وانما كان عنده اسم اخر. ونرجع حتى معناتها من المصادر التاريخيه نلقاو هذه المساله واضحه، ان فما ياسر اسماء لمحمد وفما اختلاف من بيناتهم، شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، فهمت؟ لكن معناتها اسماء ياسر ولكن محمد هو اللي طغى. ونجيو نرجعوا للقران، فهمت؟ نرجعوا للقران نلقاو اسم محمد في القران، وهذا دلاله للتاكيد على ان محمد اسمه محمد على اساس يمكن ما كانش اسمه محمد وقت قبل ما تجي الدعوه. هذه معناتها مساله واضحه وبينه، فهمت؟ العباد اللي يحبوا يدرسوا التاريخ، انا كما قلت لكم نحاول باش نحكي لكم بكل بساطه وبكل عفويه وبكل موضوعيه باش من بعد انتوما تبحثوا. اذا من هنا نبداو هذه السلسله من الفيديوهات، هذه عباره على مقدمه بسيطه جدا باش تفهموا بها معناتها كيما نقولوا احنا الموضوع والكونتكست. ونحاولوا في الفيديوهات القادمه باش نطرحوا عديد من الاسئله حول اسم محمد او اسماء محمد، ومتى تم تسميته طريقه نهائيه محمد، ونحاولوا ان نفهموا تاريخ هذا الشخص، شكون امه، شكون الاسلام يدعي على عبد الله اسم النبوه، شكون هذا عبد الله، شنية القبيلة نتاعو، شكون جدو، شكون جد جدو. ونحاولوا باش نفهموا من خلال هذه السلسلة تاريخ محمد من قبل ما يجي ووقت اللي جاء، ومن بعد كيفاش عاش الفترة من مصادر نفسها الإسلامية قبل ما يدعي النبوة بعد 40 سنة. يعني فما فترة يعني تقريبا نجم نقولوا 40 سنة من حياة محمد مجهولة كليا، يعني ما نعرفوش عليه معناتها شنو، كيفاش كان يعيش، كيفاش يعني. الحاجات اللي نعرفوهم هي معناتها حاجات قليلة، لكن وقت نرجع للقرآن ونرجع للأحاديث ونرجع للتاريخ ونقبوا في التاريخ ونحاولوا باش نفهموا،
نعرف اللي هذا الإنسان كان إنسان عادي جدا، وتم تحضيره لهذه المهمة لتوحيد العرب باسم دين، لأن الأشخاص وقتها فهموا أن العرب لا يمكن أن يتحدوا إلا بدين. وعندما يقول القرآن، ديما نرجع للقرآن، أن كل شيء موجود في القرآن، ياسر حاجات حقائق موجودة في القرآن، وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هنا كلمة الأمي لو نرجع للتاريخ ونقرأها ونفهمها، ليس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وإنما الذي ليس له دين سماوي. فكانت العرب ليس لها دين سماوي، كانت الفرس عندها الزردشتية، وكانوا البيزنطيين عندهم المسيحية، وكانت فما اليهود عندهم اليهودية، بينما العرب الحبشة عندهم المسيحية، بينما العرب ما عندهم حتى دين، عندهم أديان مختلفة. وهذه حقيقة حاجة باهية، معناتها أنهم كانوا فما كان في العرب، عند العرب كان فما اليهودي المسيحي على اختلاف مذاهبهم، عباد معناتها المشركين غيرهم، عباد هوبل، كان كل واحد عنده الإله بتاعه. يعني فما حرية عقائدية وحرية دينية واضحة، اللي العباد وقتها فهموا ان العرب لا يمكن ان يتحدوا الا بدين. ومن هنا جاءت فكرة ان هناك سوف يظهر انسان اسمه محمد وسوف يوحد العرب، وتسماه ياسر باسم محمد على اساس انهم هما يوحدوا العرب، ولم يوحدوا العرب. وجاء محمد باسم غير محمد، وتم من بعد ذلك تسميته محمد، وتم التأكيد على ذلك في القرآن باش يبسط القضية، معناتها يولي وحي إلهي هو اللي سماه معناتها محمد. ومن هنا نفهم أن محمد الهدف نتاعو الأول والأساسي الذي جاء أو الذي تم التحضير له من أجله هو توحيد العرب تحت دين واحد، اللي من بعد تسمى الإسلام. وطبعا نحاولوا باش نفهموا خلال الفيديوهات الأخرى علاش تسمى الإسلام، وكيفاش عاش محمد قبل الدعوة، قبل النبوة، الذي عن النبوة، وكيفاش عاش في مكة، وكيفاش عاش في المدينة، وكيفاش مات، والعباد تتعارك في السقيفة على الخلافة، وخلوه 3 أيام ملوح حتى انتن بدأت تطلع ريحته، باش يوريك معناتها اللي كان الهدف معناتها الوحيد هو سياسي بحت 100% من ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، واللي من بعد تحول إلى دين عالمي، من أجل عالمي إمبريالي، من أجل القضاء على كل اختلاف موجود بين البشر، وجعلهم تحت راية الإسلام وتعريب الشعوب. تعريب الشعوب فهو دين قومي عنصري، الهدف متاعو هو منع الاختلاف تحت راية الإسلام. وهذه المسألة واضحة، ونحاول نعرفها في الفيديوهات القادمة. وشكرا، ومع فيديو قادم حول تاريخ محمد ابن آمنة، وتنقل لكم علاش نأكد على محمد ابن آمنة في الفيديو القادم. وبسلام. Thank you.